أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن المعتقلين في سجون عدن وما يتعرضون له من تعسفات وانتهاكات. بدأ 15 معتقلا في سجن بئر أحمد بعدن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على عدم الإفراج عنهم رغم حصولهم على قرار سابق بذلك. جاء ذلك في بيان لرابطة أمهات المختطفين أعربت فيه عن قلقها الشديد إزاء وضع المعتقلين في السجون التي تشرف عليها القوات المدعومة إماراتيا، مطالبة وزيري العدل والداخلية والنائب العام بسرعة تنفيذ أوامر الإفراج عنهم وإنصافهم. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: لماذا لا يتم الإفراج عن المعتقلين في سجون عدن رغم وجود أمر بالإفراج عنهم؟ وماذا يمكن أن تقدمه الجهات الرسمية والمنظمات الدولية في ملف معتقلي عدن؟ نتابع التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. وضع مأساوي ومعاناة تزداد كل يوم، هكذا هو حال المختطفين في سجون عدن، حيث تتعدد الانتهاكات بحقهم وتطول مدة سجنهم ولا ملامح لخروجهم في القريب. 15 معتقلا بدأوا تنفيذ إضراب عن الطعام في أحد سجون المدينة احتجاجا على عدم الإفراج عنهم رغم حصولهم على قرار سابق بذلك. رابطة أمهات المختطفين قالت في بيان لها إن أبناءهن المعتقلين في سجن بئر أحمد أعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام بسبب التعسفات وعدم الإفراج عنهم وتجاوز وجود أوامر بالإفراج عنهم منذ أكثر من 6 أشهر. الرابطة طالبت في البيان أيضاً وزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام بالإفراج عن المعتقلين والنظر لوضعهم وسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية بالإفراج عن بقية المعتقلين الذين يقبعون في السجن منذ أكثر من عام. ما المبرر لبقائهم في السجون حتى اليوم مع تدهور صحة بعضهم وعدم وجود أي تهمة حقيقية تدينهم؟ هكذا يتساءل حقوقيون عن سر بقاء المعتقلين في السجون التي تشرف عليها القوات المدعومة إماراتيا في عدن. يوم بعد آخر تضيق كل السبل أمام أمهات المختطفين وتزداد الانتهاكات بحق أبنائهن مقابل تجاهل السلطات وكثرة المماطلة في الإجراءات المتبعة للإفراج عنهم، وهي دائرة مستمرة من المعاناة الطويلة والشعور بالقهر. لمناقشة أوسع ينضم إلينا من الرياض المحامي والناشط الحقوقي محمد قشمر. سيد محمد مرحبا بك معنا. مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام أستاذ العزيز. نعم سيد قشمر، بالنسبة ما هو رأيك أو برأيك ما هي أسباب عدم الإفراج عن المعتقلين في عدن رغم صدور قرارات بالإفراج عنهم منذ 6 أشهر وعددهم 15 معتقلا مثل ما ذكر في بيان أمهات المختطفين؟ جميل، لكن نحن نقول ما هي أسباب اعتقالهم أصلا؟ هل وجدت أسباب حقيقية للاعتقال أم أنها تندرج ضمن الإخفاء والاختطاف؟ الإخفاء القسري والاختطاف، إذا كانت تندرج ضمن الاختطاف والإخفاء القسري فهذا موضوع آخر، يعني يندرج تحت انتهاك حقوق الإنسان، الحقوق الأساسية والرئيسية، تقييد حرية الشخص وحقه في الحصول على الحرية التامة. هذه نقطة مهمة جدا. من الذي قام بعملية الاختطاف وعملية الإخفاء القسري؟ من الذي قام بعملية سجن هؤلاء الناس؟ هذه أمور يجب أن تكون الأولوية لها نرجع إليها قبل ما نتحدث عن عملية الإفراج. من الذي قام بعملية الاختطاف أصلا؟ ومن نخاطب ومن يجب أن نخاطب وكيف يمكن أن نخاطب؟ يعني الآن عندما نقول بأن هناك توجيه بالإفراج عنهم، يعني من الذي وجه ولمن يوجه؟ وهل الموجه للسلطة أصلا عند أولئك الناس الذين قاموا بعملية الاختطاف؟ أنا يمكن أن أربطها بطريقة أخرى، أن أقول إذا كان له دور فهناك إخفاق حقيقي من البداية. كيف يمكن أن يكونوا مخفيين أو مختطفين أو موقفين طول هذه الفترة دون اللجوء إلى المحاكم؟ هناك خلل حقيقي، يجب أن نسمي الأمور. لكن سيد قشمر، هناك ما دام هؤلاء يمتلكون أوامر بالإفراج عنهم، إذن هم ليسوا متهمين بأي قضية، فبالتالي فالسؤال مطروح هنا: ما سبب عدم الإفراج عن المعتقلين وهو لم يثبت عليهم أي تهمة؟
الإفراج أجى قبل 6 أشهر مش اليوم. الإفراج قبل 6 أشهر من جهة أصلا لا تملك القدرة على تنفيذ هذه القرارات. الإفراج هي من جهات نيابية قضائية قد تتبع الشرعية، لكن المعتقلين لهؤلاء الناس هل هم أصلا يتبعون الجهات الشرعية؟ هل وزارة الداخلية اليمنية وزارة العدل اليمنية والقضاء اليمني الشرعي الحق في أن يصدر توجيهات لأولئك الناس؟ أنا أعتقد أن من قام بعملية الاعتقال أصلا هم عبارة عن مجموعة من الإرهابيين من المدنيين من الميليشيا الخارجة عن القانون، قد يكون جزء منها ما حدث من القوات التي المفترض أنها أتت لتساعد اليمن واليمنيين الدعم الإماراتي لتلك الميليشيا الذي نعترف جميعا أنها ميليشيا، وبالتالي لا أعتقد أن يكون للقضاء اليمني سلطة توجيه لهم. يعني هناك خلل كبير جدا في عملية التفاوض والتحاور. رابطة أمهات المختطفين تكلمت في الجميل لكنها من تخاطب الآن؟ هؤلاء الناس أضربوا عن الطعام، من أحد الأشخاص يعني أنا أصبح في حالة صحية متعبة، لكن الجهات التي اختطفتهم والتي يعني تقوم بسجنهم وتعسفهم الذين يحاولوا أن يستغلوا مثل هؤلاء الناس مثل ما يستغل الحوثيين المختطفين والأسرى لديها والمخفيين قسرا. كل هذه الأمور تعتبر أوراق فقط ضغط من أجل الدخول في مفاوضات قادمة بملف متخم بالجراحة من الأسف الشديد لتحقيق مصالح شخصية أو مكاتب شخصية لمجموعة وفئة ضيقة تحاول أن تفرض وجودها على اليمين. لا يمكن أن أقول أن هناك يعني داعي قانوني لهذا الأمر من البداية أصلا، هناك يعني نعم تصرف. نعم سيد قشمر، لكن إضافة إلى ما ذكرت عن المسؤولية، أيضا من يتحمل مسؤولية عدم الإفراج عنهم اليوم؟ أنا أسأل سؤال، هم محتجزين عند من؟ يعني يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها يا أخي، محتجزين عند من؟ هم يخضعون الآن إلى سلطة الأمر الواقع في عدن. الله يرضى عليك، من هم ميليشيا الأمر الواقع؟ ميليشيا الحزام الأمني وأتباع القوات الإماراتية الموجودة في عدن، هم الذين يسيطروا على عدن، هم الذين أغرقوا عدن في الظلام، هم الذين أغرقوا عدن في القاذورات والمجاري والانتهاء القتل، كل شيء موجود تحت سلطة هذه الميليشيا التي أصلا لا تعترف بالشرعية والتي نعم. يعني قتلت كما قتلت، يعني هذه أشياء يعني نعترف بها. إذن هنا يعني أن نحاول أن نوجه الموضوع بمسار آخر، مسار حقيقي. يجب أن نجعل هناك حملة حقيقية حقوقية على مستوى إقليمي ودولي لنطالب بالإفراج عنهم عن طريق المجتمع الدولي الذي يمكن أن يضغط على الدعم الرئيسي الذي هم الإمارات والضباط الإماراتيين الموجودين فيها، وعلى الميليشيا للأسف الشديد التي تدعي انتسابها اليمن اليمني وهي تقوم بتعذيب اليمن اليمني وأبناء الجنوب بأيدي نعم. أبناء الجنوب. تفضل نعم تفضل بالبقاء معي سيد قشمر. ينضم إلينا أيضا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم، بداية باعتقادك، ما هي الأسباب التي لا تجعل القوات التابعة للإمارات تفرج عن المعتقلين رغم وجود أمر بالإفراج عنهم؟ أولا هذه يجب أن تكون الأمور واضحة، أن هذه المسألة مسألة إنسانية ومسألة خرق قانون، والمسؤولين كلهم جميعا مسؤولين على هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني من السجن والاختطاف الممنهج لمن يمانعون للاحتلال والميليشيات وسلطة الأمر الواقع في عدن اليوم. من يتحمل المسؤولية؟ دولة الإمارات العربية المتحدة، السلطة الشرعية الممثلة بهادي، وميليشيات الحزمة الأمنية والتابعة للمجلس الانتقالي الإماراتي، هؤلاء من يتحملون المسؤولية بالدرجة الأولى. أنا في اعتقادي من يتحمل المسؤولية هو من سمح لتلك الميليشيات وتلك العصابات ودولة العربية المتحدة أن تتحكم بمجريات الأمور في محافظة عدن، من سمحت لهذه الميليشيات وهذه الدولة الغاصبة بإنشاء السجون السرية وتحريب اليمنيين، ولم تحرك ساكنا بل منعت المجتمع الدولي بما فيهم إجراء تحقيق وإنشاء لجنة دولية مستقلة، ومانعت هذا المطالبة الدولية. هي الحكومة الشرعية، فلذلك هي جزء من المشكلة. الشيء الثاني الذي يجب أن نتطرق إليه هو أنه أولا لا يوجد لا محاكم في عدن، لا يوجد سلطة تسمح لها
أن تسجل أو تختطف أو تقوم بأي شيء من هذه الأمور في 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 عدن، كلهم مسؤولين على الجريمة. هؤلاء يجب أن يحاكموا، يجب أن ينفضحوا أمام المجتمع الدولي. وللأسف الشديد بإمكان الحكومة الشرعية أن تقول للمجتمع الدولي أن هناك سجون سرية، أن هناك ناس تم اعتقالهم وتم المطالبة من الحكومة الشرعية الإفراج عنهم، وإلى اليوم لم يتم الإفراج عنهم. هنا نعم مشكلة يعني معقدة، نعم سيد إبراهيم مسؤول عن تلك الجرائم. نعم سيد إبراهيم، محمد قشمر أشار إلى أنه يجب على أمهات المختطفين أو من يطالب بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين أن يخاطب الجهات المسؤولة، أي الجهات الأمر الواقع في عدن والمشرفة الآن على السجون بشكل مباشر ويذكرها. ويعني لا قيمة للمطالبة من مثلا وزير العدل ووزارة الداخلية والنائب العام بالإفراج عنهم، ما رأيك بهذا الطرح؟ ليس إذا تكلمنا من ناحية الناحية القانونية، هؤلاء الميليشيات على المستوى المحلي ليست لهم أي صلاحية لا قانونية ولا شرعية ولا غيرها، هم مجرد ميليشيات خارجة عن القانون. الشيء الثاني هو أين دور ما يسمى بالشرعية؟ هل طالبة المجتمع الدولي بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، هل طالبت بإنهاء تواجد الإمارات وميليشياتها على أرض الواقع؟ لا، لم نسمع أي شيء من الإمارة من الحكومة الشرعية أن تطالب هذه الميليشيات بالخروج من اليمن. هم شركاء في الجريمة يا أخي. أين وزير حقوق الإنسان الذي يتجول في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها ولا يتحدث عن أي شيء؟ هنا المشاكل الحقيقية التي يجب أن نذكرها، أن السلطة الشرعية هي جزء من المشكلة. حتى لو افترضنا السلطة الشرعية وما يسمى بالحكومة الشرعية أن ليس لديها أوراق، لديها ورقة أن تتحدث باسم الشعب اليمني أن هناك معتقلين وسجون سرية بطريقة غير قانونية، يتم اعتقال المواطنين واختطافهم وتعذيبهم من قبل، ويسمون الأشخاص يطالبوا يدرجونهم في لجنة العقوبات يا أخي، يطالبون نعم. المجتمع الدولي يسمحون لمجلس حقوق الإنسان بأن يتم إنشاء لجنة مستقلة. إذا لا تستطيع الحكومة اليمنية تقوم بدورها نحو الشعب اليمني كونها حكومة شرعية، فلتطالب المجتمع الدولي القيام بذلك نعم. من خلال إنشاء لجنة تحقيق دولية من مجلس حقوق الإنسان طالما وهي توقف ضد هذه اللجنة. نعم تفضل بالبقاء معي سيد إبراهيم، نعود إلى ضيفنا من الرياض المحامي والناشط الحقوقي محمد قشمر. في سياق ما تحدث عليه سيد إبراهيم قعطبي عن الدور الحكومي في هذا الملف خصوصا، ماذا يمكن أن يقدمه الدور الحكومي فيما يخص مناشدات الأمهات للجهات الرسمية بتسريع الإجراءات القانونية للإفراج عن أبنائهن؟ الفريق المحلي اليمني ممكن تقسمه الى قسمين، الفريق الحكومي وفريق منظمات المجتمع المدني، قدمت الاشياء الكثيره جدا. يمكن انه ايضا منظمات المجتمع المدني قدمت ايضا وثائق كثيره جدا تؤكد ان هناك يعني سجون سريه في اليمن. تقرير فريق الخبراء الدولي اكد بما لا يدع مجالا للشك ان هناك يعني سجون سريه. كل هذه الامور اصبحت معلومه لدى المجتمع الدولي، اصبحت معلومه لدى مجلس حقوق الانسان، هذا الشيء اصبح معروف، لم يعد سرا يعني. والكل يعلم ايضا ان هذه السجون تدار عن طريق الامارات العربيه المتحده او عن طريق الضباط التابعين للامارات العربيه المتحده والميليشيات التابعه لهذه الدوله. لكن للاسف الشديد ايضا انا اقول دائما حتى في كتاباتي اؤكد ان هناك مجتمع دولي للاسف الشديد يتراخى بشكل كبير جدا عن حمايه الحقوق والحريات. هناك مواثيق انسانيه عظيمه جدا تحافظ على كرامه الانسان ووجود الانسان، لكن اصبح المجتمع الدولي نفسه جزء من المشكله لانه لا يسعى. يمكن يقدم لك تقارير لكنها لا تقدم ولا تؤخر. هل هناك قدره حقيقيه على الضغط على الدوله الامارات المتحده؟ تؤكد الامارات قالت في مرحلة من المراحل أنها بريئة من هذه التهم وأنها لا تدير وأن السجن هذه تحت إدارة اليمنيين. من هم اليمنيين؟ الميليشيا تسمى الحزام الأمني، الحزام الأمني الذي يحاول الآن الإمارات يعني دمدم عن الجيش اليمني ليكون يعني ذراعها في الجيش اليمني. أنا أقول أن قصف الإمارات للجيش اليمني على حدود عدن يؤكد ما لدى أن الشرعية ليس لها مجال. لكن النقطة المهمة التي تحدث فيها الأخ أنه يجب على الحكومة الشرعية أن تتحدث وأن تقول أن هناك يعني اعتقالات وأن هناك سجون سرية، وهذا ما قد تحدث فيه حتى تحدث فيه الأخ وزير حقوق الإنسان والمنظمات اليمنية والمحلية تكلمت. لكن للأسف الشديد يمكن أن أقول أيضا أن هناك تحرك على استحياء.
يمكن رابطتهم هذا المختطفين تحركت بشكل اقوى. يعني ايضا دعني اتحدث عن المبعوث الدولي مارتن جريفيث، ماذا قدم لمثل هذا الموضوع؟ وقد اجتمعت به امهات المختطفين، كل جهه تحاول ان تستثمر الملف الذي بيدها من اجل تقديمه في المؤتمرات الدوليه، حتى ان الجهه التي تعتقل هؤلاء الناس تتحدث ايضا عن الارهاب، الشماعه التي ترمي عليها كل شيء وتقول بان هذا لدواعي امنيه. للاسف الشديد هذا الكلام غير صحيح، اصبحت ايضا موضوع عمليه الارهاب شماعه يعني لاعتقال الناس وقتلهم واغتيالهم. عدن اصبحت بؤرا من بؤر الفساد والاجرام على المستوى المحلي والدولي، وللاسف الشديد تحت رعايه دوليه وتواطؤ دولي، ولا يمكن ان نقول ان هناك قدره يمنيه الا من خلال رفع التقارير للمجتمع الدولي فقط، لا اكثر ولا اقل. نعم تفضل بالبقاء معي. نعود إلى ضيفنا إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم، ماذا يمكن أن تقدمه المنظمات لملف المعتقلين لوقف أو للوقوف أمام هذا التعنت وعدم الإفراج عنه؟ مسألة الضغط في من خلال طرق عدة. أولا أنه يجب تقديم، يجب على الحكومة الشرعية أن تبلغ منظمات المجتمع المدني والدولية وحقوق الإنسان أن هناك مختطفين ليس بوسعها القيام بأي شيء نحوهم، ولذلك تطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته، تبلغ مجلس الأمن الدولي، تبلغ لجنة الخبراء، تبلغ المنظمات الدولية بهذا الخصوص. وأنا لا أتفق أنه ما ذكر، أتفق كثيرا بما ذكره ضيفك، لكن النقطة الأساسية هنا لماذا تمانع الحكومة اليمنية بإنشاء لجنة تحقيق دولية بحق اليمنيين؟ إذا كانت حقيقة هي تسعى من أجل أن تفك الحصار عن اليمنيين وأن تحاكم القتلة والمجرمين، لماذا تقف ممانعة ضد إنشاء لجنة دولية تقوم بالتحقيق في تلك الجرائم؟ أنا في اعتقادي لو الحكومة اليمنية كونها حكومة شرعية تستطيع أن تقول للمجتمع الدولي أن نحن لن نستطيع أن نتحكم بالموضوع، لأن لا يوجد لدينا لا محاكم ولا يوجد لدينا سلطة أمر واقع في 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 المحافظات المحررة، وبالوجه التحديد نحن نتحدث اليوم عن عدن. ومن ثم يجب على المجتمع الدولي أن يقوم يعني بعمله نحو اليمنيين. هنا نستطيع الحديث عن أن الحكومة اليمنية قد قامت بدورها. المجتمع الدولي لم يحد يصدق أن الحكومة اليمنية تتبع أو تحافظ على حقوق الشعب اليمني، إنما تراها كأداة بيد السعودية والإمارات، هكذا يرى المجتمع الدولي. إلا أن نخلص نتخلص من هذه النظرة السيئة الذي الحكومة اليمنية أوجدت، يعني أوجدت نفسها بهذه الزاوية، ولا تستطيع هي بنفسها فك الحصار عن نفسها والخروج من الرياض. يعني إذا كانت الحكومة اليمنية لا تستطيع القيام بالعودة إلى داخل البلد، فكيف نستطيع مطالبتها بالإفراج عن المعتقلين؟ هنا نضع السؤال. الشرعية لم تعد إلا ورقة، يعني يجب أن تشكل تلك الورقة، هي الآن شرعية. تحرك في المجتمع بين المجتمع الدولي، تطالب بما لا تستطيع القيام به. المجتمع الدولي هنا لمساعدة الشعب اليمني ولمساعدة الحكومة الشرعية، لكن للأسف الشديد تم اختطاف قرار الحكومة الشرعية من قبل المملكة العربية السعودية وإبقاء الشرعية هناك والتحكم بما يجب وما لا يجب أن تقوم به الحكومة الشرعية، ولذلك المجتمع الدولي لن يستطيع مخاطبة الجهات المحلية بهذا الخبر كون الحكومة مقيمة وتركت المجال للسعوديين والإماراتيين. نعم تفضل بالبقاء معي. ننقل هذه الأطروحات منك في سيد قشمر. في ظل استثمار هذا الملف من جميع الأطراف، وحتى أيضا الأستاذ القعطبي يتهم الشرعية للتخاذل وعدم القيام بدورها في هذا الملف بشكل جيد، ماذا يجب على المنظمات الأممية والدولية للقيام به لوضع حد لانتهاكات المعتقلين، خاصة في ظل أخبار تتحدث عن بدأهم تنفيذ إضراب عن الطعام؟ المنظمات الدولية والإقليمية لا يمكن أن تقدم شيء طالما هي بعيدة عن الواقع. لهذا السبب تجد أن أغلب المنظمات الدولية تقوم وتأخذ تقارير من المنظمات المحلية. هناك معايير معينة وآليات معينة يتم من خلالها أخذ التقارير، يعني مش أي تقرير ممكن يصل إليها من يقضوا فيه. عندنا مشكلة كبيرة جدا في منظمات المجتمع المدني المحلي للأسف الشديد، وقد تكون هي سبب من أهم الأسباب التي أدت إلى الإضرار بعملية حقوق الإنسان في اليمن.
وهي أن كل منظمة للأسف الشديد تعمل بشكل فردي وترفع تقارير قد تتناقض فيما بينها في نفس القضية، في قضية واحدة قد ترفع أكثر من تقرير، هذه التقارير قد تكون مختلفة فيما بينها، هذه أيضا تضر بالقضايا الإنسانية للأسف الشديد. يمكن أن يعني نشتغل بشكل معين تحت مظلة جامعة، وهذا للأسف الشديد ما زال الآن مش موجود، وأنا ناشد وزير حقوق الإنسان بأكثر من مقابلة أن يكون هناك مظلة جامعة تحت رعاية وزارة حقوق الإنسان للمنظمات اليمنية العاملة في حقوق الإنسان المهتمة بشؤون الرفض التحقيق، هذه كل الأشياء تنطوي تحت مظلة واحدة، يكون في آلية واحدة لرفع تقارير موحدة يمكن أن تستمد قوتها من الشارع اليميني المنظمة المحلية تعتمد عليها المجتمع الدولي المنظمة الدولية، وحتى يمكن أن تعتمد عليها المحكمة الجنائية الدولية إذا تم رفع هذه التقارير للمجتمع الدولي، لأنه بالنهاية المنظمات الدولية ترفع تقاريرها وتأخذ تقاريرها من الإعلام وتأخذ تقاريرها أيضا من المجتمع المنظمات المجتمع المحلي. ماذا قدمت منظمة المجتمع المحلي؟ هذا هو الأساس. نحن نسعى يعني بأبسط الإمكانيات، على فكرة عندنا شباب وعندنا ناشطين وعندنا حقوقيين قادرين أن يعملوا بمستوى راقي جدا وبالآلية الدولية، لكن للأسف الشديد هناك ناس ما عندهم إمكانيات، وهناك جزء عندهم إمكانيات لكن للأسف الشديد يعملوا بطريقة خاطئة أو غير متخصصين في هذا الأمر. يعني الموضوع يحتاج إلى كثير من الحكمة في الإطار هذا على وجه الخصوص. يجب أن تحظى يعني رابطة أمهات المستضعفين برعاية خاصة، لأنها قد تكون هي الواجهة القوية التي يمكن أن تنطلق من المستوى المحلي إلى الإقليمي إلى الدولي، لأنها هي المعنية بالأمر. يجب أن تحظى بدعم المنظمات المحلية والإقليمية وأن يكون لها دور في التواصل مع المجتمع الدولي، لأنها هي صاحبة الشأن. الشرعية كما قلنا لا يمكن أن تقدم الشيء الكثير، إلا أنه يجب عليها أن تقدم تقارير بأنها غير قادرة على التأكد من وجود هؤلاء المختطفين أو محاولة وجودهم. الحقيقة أنهم موجودين، يجب عليها أن تتحرك في هذا المجال. نعم. وأن تسلم الأمر إلى المجتمع الدولي. نعم محمد قشمر المحامي والناشط الحقوقي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم قعطبي. سيد إبراهيم، في ظل الحديث عن انعكاس الملف السياسي والعسكري على ملف المعتقلين، خصوصا بعد إعلان الإمارات انسحاب قواتها من مقر التحالف في عدن، من سيكون المسؤول عن ملف المعتقلين، وما مصير هذا الملف في ظل هذه الرخاوة السياسية الحاصلة هناك؟ أولا نقطتين يجب أن نوضحها بما ذكره ضيفك الكريم، أنه منظمات الحقوق الإنسان الدولية لا يعني تحصل على معلوماتها من وسائل الإعلام، هذه المنظمات لديها فرق تحقيق على الأرض وتقوم ب يعني الحصول على الأدلة في كثير من المواضع وبطريقة ممنهجة، فلذلك لا يجب أن نتكلم حول المنظمات بهذه الطريقة. الشيء الثاني، الوزير حقوق الإنسان نفسه جزء من المشكلة، هو يتستر على جرائم التحالف، بل أنه يتستر على جرائم التحالف أكثر من التحالف نفسه، وهذه المشكلة بحد ذاتها. عندما تضرب المصداقية لا يستطيع أحدا تصديق لا الحكومة الشرعية ولا من يعمل معها في مجال حقوق الإنسان، هذا من ناحية. إذا كنا نحمل من الشخص المسؤول عن ما يجري في عدن في المعتقلات السرية بخصوص المعتقلين، إذا تحدثنا على ذلك الجزء من الوطن، نحن نحمل هنا بدرجة أساسية التحالف الإماراتي السعودي. حديث انسحاب الإمارات وغيره، الإمارات تقول أنها دربت 90,000 ميليشياوي داخل المناطق الجنوبية، هي مسؤولة وما زالت مسؤولة، لأنها هي من سلحت تلك الميليشيات، هي من تمدهم بالمال، هي من تمدهم باللوجستيات، بالغطاء الإعلامي، بكل شيء. ولذلك السعودية والإمارات هم المسؤولين عن ما يحدث في المناطق الجنوبية، وعلى وجه التحديد ما يحدث في محافظة عدن. هذا يجب أن يكون واضحا، وهم من يتحملون المسؤولية، لأنهم من يتعاملوا مع هذا المجلس الانفصالي بشكل مباشر، ومن يعطوه كل الغطاء السياسي والعسكري والإعلامي حتى الآن على مستوى الحوار. فلذلك هم يتحملوا المسؤولية، لأنهم من صنعوا تلك الميليشيات ومن قاموا بإعطاها كل ذلك الغطاء. هذا من ناحية. أيضا نحمل الحكومة الشرعية كونها إما يجب أن تكون شرعية وأن تتبع ما هو يهم الشعب اليمني ومصالحه بشكل أساسي وأولا، أو أنها تكون جزء من المشكلة ومن من التحالف هذا الذي يدمر اليمنيين ويختطفهم ويستولي على حقوقهم وثرواتهم. وصلت الأمور، يجب أن تكون واضحة.
نعم، وصلت فكرتك إبراهيم القعطبي من نيويورك، المحلل السياسي، وأيضا الشكر أيضا موصول للناشط الحقوقي محمد قشمر كان معنا من الرياض، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وأيضا التحية لمعد الحلقة محمد عبد المغني ولفريق العمل، وإلى اللقاء.